سالم عليكم شوفي اخي، ده اوبن يعني ديكشن. شخصيه مشهوره الله يبارك. شو فيك تضحك اخي العزيز؟ كمل معلش معلش كمل. يعني سامحنا على ديرونجمون، يعني نشوفوك راك في العطله، يعني فجأة جنا الباء يعني قاعد تمضي في الامسيه تاعك. حبيت يعني نسقسيك يعني ونديروا معك كيميا انترفيو هكا. نعم تفضلوا الاخوه. يعني الاخ المترجم من فضلك، هو جو بونس ما يحكيش اللغه العربيه يعني. نعم ما يعرفش اللغه العربيه. ممكن ترجم له يعني؟ حبيت يقدم لنا نفسه يعني في كلمات هكا يعني. شو هابر سي ذا ساندي كوبورتيس اون ذا بريزيدنت يور سيلف شو هي عند راي. نعم سيكون هذا شرفا لي باستضافه امام الكاميرا. وكذلك هذا شرف كبير لعائلتي. يا العائلة تاعك يعني هنا قلوا العائلة. نحن الآن في البحر أمام الأجواء الجميلة. العائلة تاعك هم يعني يستمتعوا بالله يبارك ربي يخليهم لك. It's God there يخليهم لك. يعني قول لنا يعني وش الإصدارات تاعك، ويعني وقولوا مثل المترجم ما شكون يعني حيزيد يدير يعني فيديوهات جديدة في المستقبل بين توقعوا منه حوايج واحد أخرى يعني. Oh yeah, sure. Why you can't get notes of? كنت نايم. نعم كنت نائما أمام الطريق ومر علي إنسان فقير جدا. في ذلك الوقت بدأت مسيرتي في كتابة أول أغنية. في أول إصدار كان في استوديو أمريكا. والألبوم الأول ريلابس. اسمه ريلابس. نعم قولوا يعني حتغني يعني مع شخصيات مشهورة كما بي اس واي يعني مايكل جاكسون ربي يرحمه، هذيك تغني معهم؟ نعم لقد صنعت ده ألبومات مع مثل هؤلاء المغنيين. وكان ذلك شرف لهم وكذلك لصانعي الأقراص الصوتية.